اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء الى هذه الحلقه الجديده من برنامج في العمق، تاتيكم مباشره من قناه وراس تي في في لندن. اعلنت وزاره الداخليه الجزائريه عن فرض حجر منزلي جزئي على عده ولايات من الوطن لساعات طويله من اليوم ولمدد تتراوح ما بين 10 و15 يوما. ومن هذه الولايات تيبازا ورجلة والقالة والشط بالطارف وولاية سطيف التي تشهد وضعية وبائية مقلقة، أيضا مثلها مثل مدينة بسكرة بالجنوب ومدينة وهران بالغرب الجزائري. حجر جزئي سينجم عنه التوقف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقف حركة نقل المسافرين والسيارات. قرارات تؤشر حسب مراقبين لحالة صحية كارثية تعيشها الجزائر، وتعبر عنها ما يتداوله الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديوهات وصور وتصريحات. أيضا هذه القرارات تكذب حسب متابعين كل التصريحات السابقة للمسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزيره الأول عبد العزيز الجراد ووزيره للصحة عبد الرحمن بن بوزيد. الكل كان يتابع منذ بدء هذه الجائحة وانتشارها في الجزائر تصريحات رئيس الدولة وكل المسؤولين هناك. هناك وضعية تحكم في هذا الوباء، هناك قرارات اتخذت في وقتها، وهناك وقت ذروة تجاوزناه وكل الأمور جيدة، وأكثر من ذلك أن قطاع الصحة في الجزائر هو أحسن قطاع في منطقة المغرب العربي، المنطقة المغاربية وفي إفريقيا، أحب من أحب وكره من كره. تذكرون هذا التصريح لرئيس الدولة تبون. تبون أيضا وفي كلمة ألقاها في القمة الصينية الإفريقية مؤخرا قال صراحة إن الجزائر واجهت هذا الوباء بحزم منذ الوهلة الأولى، فبالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات لتعزيز التدابير الوقائية تجاوزت الجزائر الظروف الصعبة في البداية بتضافر الجهود الوطنية والابتكار، وأصبحنا، يقول تبون، في اكتفاء ذاتي فيما يخص وسائل الوقاية والإنتاج، إنتاج الأدوية ووسائل الفحص. هذا التصريح كان في شهر أجواء. تصريحات أخرى لوزير الصحة ولولاة الجمهورية يتحدثون في نفس هذا السياق. يقول كثير من الصحفيين في الجزائر المعلومات مغلوطة من طرف المسؤولين الجزائريين، وهناك تمادي في مغالطة الرأي العام، وهناك تعالي أيضا في طرح القضية وتصوير الأزمة الصحية في الجزائر جراء انتشار جائحة كورونا بأن هناك دولة ومؤسسات تعمل جاهدة، لكن يقابلها شعب غير واعي ولا يلتزم بالقرارات. وفي الأخير يصبح الحل عند والي سطيف مثلا أنه أضربه يعرف ما ضربه، يعني اضربه يعرف مكانه. تصريح لوالي سطيف محمد بالكاتب أثار غضبا واسعا لدى الجزائريين، لأنه استعمل هذه العبارة المتداولة عند الجزائريين في تصريح أمام وسائل الإعلام عندما كان يتكلم فيه أو خلاله على ضرورة التزام المواطنين بشروط الوقائية للحجر. لا يوجد طرح موضوعي للقضية، لا توجد دعوة لتضامن الجزائريين، لا توجد دعوة لخلق ما يسمى التضامن الوطني بين الشعب والسلطة والسلطات المحلية، لكن هناك منطق التعالي، منطق القوة، منطق التفكير البوليسي. يقول أحد الصحفيين يجب أن يلتزم الجزائريون بالحجر، وإذا ما التزموش القوات الأمنية أضربوا يعرف ما ضربوا. من أين لهذا الوالي بهذا المنطق؟ يتساءل البعض. يجيب البعض الآخر بأنه هو منطق منظومة الحكم، هكذا يفكرون عندما يتعاملون مع المواطن الجزائري، أضربوا يعرف ما ضربوا. سنتناول كثير من الزوايا في نقاش اليوم حول هذه الوضعية الصحية في الجزائر، حول أداء السلطة الجزائرية وتصريحات مسؤوليها.
نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. أطمنكم بأنه لا داعي للمبالغة في الفزع والخوف، لأن الوضع الراهن تحت السيطرة. أقول تحت السيطرة. إنعاش، هذا الإنعاش، هذا ها هي المخلوق راها في الإنعاش. كارثة صحية وأزمة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، عنوانها الفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا التي تهدد حياة الجزائريين. صور صادمة من مستشفيات مركزية في ولايات عدة تعرف انتشارا متزايدا للوباء في ظل عجز في الهياكل المستلزمات والكوادر الطبية. هنا في بسكرة المنكوبة يقف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد على حجم الكارثة التي لم تظهر تفاصيلها لا في تصريحاته التطمينية ولا في هذه الصور في تقرير التلفزيون العمومي. في الأسبوع الماضي بعثنا عدد من أجهزة التنفس الاصطناعي لانفويد ريسبيراتور، جبنا دي ماتيريال، شافوا سيد الوالي غابت عن التغطية الإعلامية الطويلة لزيارات المسؤولين والبلاطوهات الشارحة لاستراتيجية مواجهة كوفيد، صرخات هؤلاء الأطباء وعمال السلك الصحي الذين يدقون ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المتواصل في وفيات الأطباء في ظل الاكتظاظ وانعدام الوسائل. المواطن وحده يتحمل المسؤولية فيما يحدث، هكذا تبرر السلطة من خلال ممثليها من وزراء وولات الإخفاقات المتتالية في التكفل بالمصابين ومواجهة آثار الوباء. هنا في ولاية سطيف التي فرض عليها الحجر تصريح مثير للجدل لوالي الولاية. عندكم في المستيقت الضربوه يعرف ما الضربوه. وفي عز انتشار الجائحة التي تطالب السلطة بضرورة تضافر الجهود لمواجهتها، يدخل البرلمان بغرفتيه في عطلته النظامية بإعلانه اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بتصريحات سياسية مثيرة للجدل هي الأخرى. ينضم إلي في النقاش أولا في هذه الحلقة نائب رئيس المكتب الجهوي لنقابة الأطباء العموميين الدكتور محمد شريف قربوعة. دكتور محمد شريف، ورحب بك في هذه الحلقة، وأنا أطرح عليك تساؤل المواطنين، يعني مثل ما عبروا عنه في مواقع التواصل الاجتماعي وخلال مناقشاتهم استغرابهم، هناك كثير من الأسئلة عن حقيقة الحالة، حالة انتشار وباء كورونا في الجزائر، خاصة هذا الرعب اللي مسك المواطنين من خلال هذه القرارات اللي اتخذتها السلطات العمومية، الحجر الجزئي للمواطنين في عدة ولايات. ما الذي يحدث بالضبط؟ شكرا أستاذ، يعني نشكركم على الدعوة باش نبينوا للمواطن ولا لكافة الناس المشاكل اللي عايشين فيها كأطباء في قطاع الصحة. يعني نتأسفوا، يعني لما نشوف يعني جزائر 2020 نتأسفوا ونشوفوا بعض هذه المظاهر التي يعني يدمع لها القلب قبل العين. احنا كنقابة وطنية مستقلة نادينا منذ أكثر من 15 سنة لابد من تماشي وتطوير المنظومة الصحية في الجزائر، ونادينا حتى اسم يعني وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يعني رقد هائم. احنا طلبنا هي إعادة المنظومة الصحية. كلمة إصلاح المستشفيات لا تسمن ولا تغني من جوع. طلبنا هناك مشكلة حقيقية على مستوى وزارة الصحة. النقطة الثانية، يعني نلاحظ يا جماعة إلى كورب، يعني المنحنى وثمانية حالة. كان الانفو الاول، انفو الاول دكتور محمد. وي نعم، لانه كان انقطع فقط الخط. لكن ما يتحدث به بعض الاطباء اللي يستضيفوهم في الحلقات او عبر وسائل اعلام اخرى، حديثهم مختلف تماما عن حديث وزير الصحه
وإلا حتى رئيس حكومة ولا رئيس دولة في النهاية، أليس كذلك؟ نعم، نحن في مواجهة وباء خطير جدا جدا، رغم أنه بعض البلدان المتقدمة ولا نقدر يعني نقارن روحنا بهم، وما قدروش في الآونة الأولى أنه يقضيوا على هذا الوباء إلى حتى ما زالوا يعني، فما بالك نحن يعني نظامنا الصحي ما زال يعني قديم وما زال يعني هش، ما نقدروش نواجهه بهذا الوباء. قلت لك إلى حد ساعة يعني عندنا تقريبا بداية الوباء في الصين في ديسمبر، عندنا سبع ولا ثمانية أشهر إلى حد ساعة، الدول هذه المتقدمة لم تستطع الكشف عن حقيقة انتقال وكيفية إصابة المرضى بهذا الوباء، إلى حد الساعة ما استطاعوش يعطينا يعني دي ديفينيسيون ودي مود ترانسميسيون كيفاش ينتقل المرض هذا. درك مازلنا ما لقيناهاش، ولكن احنا في بداية يعني ما نخفيوش يعني في بداية الجائحة كانت الجميع يعني وزارة الصحة والدولة الجزائرية والمواطنين يعني دخلوا في عملية يعني تحسيسية كبيرة، وإن لاحظنا كان وعي، الوعي هذا نحطه أنا كان ممكن كان خوف المواطنين من هذا المرض، يعني استجابوا للحجر، استجابوا للبروتوكول تاع الغسل الأيدي، النظافة، غسل الأيدي، التباعد والخروج إلى للضرورة، ولكن مع مرور الزمن يعني ما فهمتش أنا بعض المواطنين اطمنوا للتصريحات يعني للسلطة وين ترخوا، وإلى حد الساعة اللي هو يؤسفنا أنه بعض المواطنين ما زالوا حاطين باللي ما كانش مرض، وهذا للأسف احنا كنقابة وطنية وين عنا يعني هل إشكالية الثقة بين المواطن والسلطة زادت أيضا في هذه الأزمة؟ والله العظيم يعني ما نقدرش نقول ثقة ما بين السلطة، بس ما بقاش السلطة هنا ولا المرض بحد ذاته، يعني ما كانش حتى إنسان ولا منزل ما كان جاره ولا أهله ولا أقاربه أصيبوا بهذا المرض ولا ماتوا بهذا المرض، هذا مشكل كبير جدا جدا، يعني حتى بعض يعني الأخصائيين في البسيكولوجي وين داروا يعني دراسة على العقلية ما نقولش العقلية الجزائرية، هي العقلية تاع لوموندونتي يعني في فرنسا في بريطانيا في أمريكا، لاحظوا في أمريكا بعض المواطنين ما زالوا متعنتين يقول لك ما كانش مرض ولازم نخرج ولازم وما نلبسش الكمامة وهذه حريات فردية، ولكن المشكل الكبير يا أخي الكريم أنه يعني كما قلت في بداية الأمر يعني الشهر الأول والثاني كانت هناك يعني وعي وتحسيس والناس خوف من هذا المرض، وإن لاحظنا بكي كان عدد قليل، ولكن مع الدولة استجابت يعني لطلبات يعني بعض المواطنين اللي عندهم كما يقولوا أعمال حرة وقوة عيشهم يعني باش يديروا يعني أعطت لهم بعض الحرية وبدأت ترخف عليهم وأعطت لهم يعني بروتوكول يتخذوه، ولكن للأسف يعني أنا من هنا من هذا المنصب كطبيب يعني كل يوم نشوف حالات، نعطيك بعض الأرقام فقط، يعني عندنا 1700 حالة اللي تصابوا في قطاع الصحة فقط، أكثر من 40 شخص يعني قطاع الصحة يعني مات من هذا الوباء، يعني عندنا في الناحية الشرقية وأنا نمثل الناحية الشرقية كنقابة الأطباء، عندنا في ولاية بسكرة يعني وين كاين كاتاستروف وين كاين مشكل كبير، عندنا 3 أطباء من خير أطباء المنطقة يعني توفوا يعني المواطن يسأل أيضا يعني وين كان الخلل في التعامل مع جائحة كورونا، هل في القرارات أم في البنية بنية القطاع الصحي يعني أم الاثنين يعني مسؤولية تطرع على الجميع يعني نحن مدام عندنا وباء وجائحة لقياس العالم كل يعني بلدان متقدمة وبنظام صحي متقدم جدا، ويعني حتى نسبة الوعي يعني والثقافة وكلها الدور وسائل التوعية وكذا، ولكن ما قدروش يعني احنا ما نضربوش شمس بالغربال، احنا الوباء هذا إلى حد ساعة غير معروف، المنظمة الصحة العالمية مؤخرا الأسبوع هذايا أعطت لنا دراسة باللي ممكن الوباء هذايا ولا الفيروس هذا ينتشر عن طريق الهواء كذلك، يعني إلى حد ساعة لم نستطع يعني إعطاء المرض كيفية إصابة وكيفية انتقال هذا المرض إلى حد ساعة غير معلومة وغير معروفة، ولكن
رغم المجهودات الموجوده من حنايا كاطباء ولا كمؤسسات استشفائيه، كاين 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 مؤسسات يعني الاطباء اكفاء، عندنا تكفل بالواد، ولكن في عود العدد كبير وعدد يعني فوق الطاقه تاعنا ما نقدروش نلبيو رغبات الجميع. احنا نقولوا المواطنين اعطيناهم ارقام، يعني اعطينا ارقام تاع 30 30 يعني باش تفادي العدوى بيرسونال لا سونتي، قلنا قبل ما تنتقل لازم تكلمنا على الرقم 30 30 وحنا نقدروا كيفاش نوريونتيوك باش نقصوا من حده الانتشار الوباء. انتشار الوباء في المؤسسات الاستشفائيه هي نهايه المنظومه الصحيه، هذا لازم يعلم المواطن. نعم كاين بعض المواطنين يتعنتوا. نعم هو مصاب. نعم. هو مصاب. نعم. مصاب لم يذهب الى تلقي العلاج ولا تلقي الكاشف، ينقل في المرضى ما يديرش الكمامه تاعو، ما يديرش التباعد الجسدي، لا نستطيع ان نقضي على هذا. ما الذي يفرق يعني نعم وي. ما الذي يفرق تعامل السلطات في دوله عن سلطات في دولة أخرى في قضية التعامل مع هذه الأزمة، من وقاية إلى إجراءات يعني صائبة؟ هناك دول حققت نتائج وهناك دول استعملت الحجر وما حققت نتائج، هل في التوقيت، هل في الأداء، يعني وين ممكن يكون المشكل في الفرق؟ والله يعني صرحت في بعض القنوات. نعم. يعني قلت هذه الجائحة المشكل تاعها هي كاين لازم تضافر كل الجهود، يعني تضافر كل الجهود، يعني سلطات يعني امنيه، سلطات عسكريه، المواطنين، الجمعيات، المواطن. هي انا قلت لهم الحلقه اللي في السلسله هذه كامل هو المواطن، يعني الحل في الكف من انتشار هذا الوباء ومحاصرته هو جهد المواطن، لابد من اشراك المواطن في هذه العمليه. للاسف انا نقول باللي رغم انه كاين عمليات تحسيسيه، كاين عمليات يعني تقوم بها يعني بعض المنظمات، بعض الجمعيات، كاين قنوات كذلك تدير في عمليه تحسيس، ولكن يبقى الحلقه يعني المهمه جدا هو المواطن الذي لازم ينخرط بكل اريحيه وبكل يعني ضمير. نعم. للقضاء على هذا الوباء. احنا نقولوا له باللي المريض شكون هو؟ المريض هو باباك، الاهل تاعك، واحد من العائله تاعك، لابد من تضافر كل الجهود. وكما قلنا يعني هي عمليه سهله، غسل الايدي، الحمد لله احنا مسلمين والاسلام تاعنا. نعم. الاسلام يعني علمنا باللي تحيه الاسلام هي السلام عليكم فقط. احنا نلاحظ يعني الى حد الساعه يعني بالرغم الارقام هذه المخيفه جدا الى حد الساعه مازال المواطنين. نعم. يتلاقاو يتصافحوا ويسلموا على بعضهم الى حد الساعه مازال المواطنين. نعم. المشكله عراض. نعم المشكله والملائم. نعم. وهذا هو الذي يحز في انفسنا كاطباء. نعم. يعني هذا المريض لما يبرد اين يذهب؟ نعم. يذهب الى المستشفى. كي تعود حالات عشرات من الحالات نقدروا نتكفلوا بها، كي تعود بالمئات وبالالاف وانا مستشفى راح يتكفل بهم ولا وين مكان راح نتكفلوا بهم. نعم. احنا الجهد اللي راح نمدوه والوعي اللي راح نعولوا عليه هو الوعي تاع المواطن. نعم. بتفادي التجمعات، بعدم التنقل الى الاعراس، بعدم اقامه الاعراس كذلك، بعدم اقامه الجنائز. يعني والله العظيم يعني امور جد مؤسفه. نعم. جد مؤسفه تعدي في بالارقام. لا يعني لا، لكن هناك يعني اكيد راك تتابع واش يقولوا المواطنين ايضا عندهم واش يقولوا في هالقصه، ولا يقبلون انه يحملونهم وحدهم مسؤوليه. لا انا لم اقول مسؤوليه. لا 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 مش من عندك انت، لانه كثير من المسؤولين يعني اخفقوا في ميادينهم ويلومون المواطن، يعني المواطن اللي يدير له حجر جزئي وتخليه ربع ساعات فقط، وانت تعرف البطاله، الفقر، الوضع الاجتماعي اقتصادي سيء، وتقول له ما تروحش للمرشي في ربع زوايا، وانت ما توصلوش الاكل، ما توصلوش الشهريه، ما توصلوش كذا. هناك ايضا المواطن ايضا عايش في حاله نفسيه صعبه كثير. يعني
لا انا يعني لما اتكلم عن المواطن انا انسان انا مواطن واسكن في حي شعبي يعني في ولايه عنابه اسكن في حي شعبي وانا مده يعني اليوم في اليوم كامل يعني راني باتصال مع المواطنين وين يتصلوا بي عن طريق الهاتف ولا في الطريق ويلقوني لابس الكمامه وما نسلمش على الناس ونعطيهم تبريرات ونعطيهم يعني المشكل لازم تدافر كل الجهود يعني احنا كجيش ابيض في المستشفيات عندنا يعني عندنا عمليه تعقيم عندنا وسائل الحمايه اللي نسوها ولكن المواطن كذلك لازم حتى يروح للسوق يتسوق ما يروحش يتسوق بعائله كما تروح دير تسوق لاحظنا في رمضان يعني في فتره العيد يعني والله مناظر جد مؤسفه جد مؤسفه يعني عائله كامله اطفال بالام ويخرجوا مع بعضهم يروحوا يتسوقوا ويشريوا لباس العيد يعني هذه امور كي نشوفوها احنا يعني والله يعني تحس في انفسنا صحيح. احنا قلنا يذهب انسان يتبضى يروح يقضي حاجاته ضروريه يروح يلبس الكمامه تاعو ما يخالفش ما يتلمش يدير عمليه تعقيم هذه امور يعني طبيعيه يعني حتى البلدان هذه اللي قامت بالعمليه يعني الحجر وما ديك نزعت الحجر هذايا اعطات تعليمات الحمد لله المواطنين مشاو فيها هذه التعليمات والحمد لله قدروا يحاصروا هذا المرض احنا ما نحملوش المسؤوليه كمواطن احنا كدوله كقطاع الصحه كقطاع الامن كقطاع الناس كلها تنخرط خاصه طيب. واحنا نشوفوا المنحنى التصاعدي هذايا صحيح يعني لينبئ بكارثه مش باش ندير تهويل ولكن راح ينبئ بكارثه وزيد نضيف لك هذه الارقام تعتبر طالعه ولكن ما خفيه كان اعظم كاين حالات لم تؤكد كان حالات مصاب ولم تكن في الارقام هذه اللي ضافتنا وزاره الصحه احنا وزاره الصحه ولا يعني الدوله طلبنا منها كنقابه طلبنا منها اشراك جميع الفاعلين احنا كنقابه وطنيه في 48 ولايه وين عندنا معطيات حقيقيه احنا قلنا لهم لازم نخرطوا معكم ولازم نكونوا معكم في اخذ القرارات احنا وسي ما احنا ضد القرارات المركزيه الفوقيه لابد من اعطاء القرارات للولايات لرؤساء البلديات اللي هم اللي عايشين مع المواطنين وعايشين مع الحالات حاله بحاله. نعم اكيد تابعت يعني كسؤال اخير لانه النقابه بتاعكم ونقابات اخرى تحدثوا عن قطاع الصحه في الجزائر وبصراحه يعني ما تعطونه من توصيف للحاله هو مختلف عن الشيء اللي يحكيه وزراء الصحه في الجزائر منذ 20 سنه هذا اكيد تابعت التدخلات نتاع اطباء زملائك عبر مواقع التواصل الاجتماعي او المظاهرات والمسيرات اللي عملوها سواء في الشرق في الجنوب في 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 بسكرة في الغرب في الوسط يتحدثون عن غبن في هذه العملية يعني أداء هذه الوظيفة التداوي يعني بين الطبيب وبين المريض وكل الأسلاك يعني من سائق يعني سيارة الإسعاف إلى الممرضة كل الفاعلين في هذه العملية لو يسألك مواطن أنه وين المرض الكبير في قطاع الصحة في الجزائر شكرا يا أخي الكريم احنا منذ تقريبا يعني كنقابة مستقلة من أعطانا الاعتماد في 1991 تقريبا أكثر من 15 سنة وإحنا النادي لابد من إعادة هيكلة هذا القطاع الحساس خرجنا في مسيرات درنا تجمعات أعطينا توصيات قلنا المشكل دولة يعني كي نشوف يعني الحقيبة تاع قطاع الصحة ولا وزارة الصحة يعني البيجي تاعو يعني معتبر جدا جدا ولكن في الميدان ما نلاحظوش هذا التغيير يعني حتى في بعض يعني في الوزير السابق تكلمت معه أنا شخصيا وقلت المشكل في قطاع الصحة هو انعدام الثقة ما بين المريض اللي هو المواطن و
المنظومة الصحية ولا القطاع الصحي. يعني هذا عدم كومونديراج، يعني هذه القاعدة لم تحترم، يعني المريض لم لا يثق بالمنظومة الصحية. لابد قلنا لازم تفكير عميق وإصلاح هذه المنظومة، وأعطيت له تسمية، قلت له لابد من تغيير تسمية وزارة الصحة إلى وزارة الصحة وإعادة المنظومة الصحية، لازم تغيير هذه المنظومة الصحية. قلنا عندنا قطاع صحي يعني عمومي يقدم في خدمات، وعندنا قطاع صحي يعني بريفي خاص. نعم خاص حتى هو يعني عنده وزنه في الميدان. قلنا لابد من إشراك القطاع الصحي العمومي والقطاع الصحي الخاص، وتكون ما بيناتهم يعني تكامل، يعني اللي ما يقدرش عليه القطاع العمومي يكمل عليه القطاع الخاص، وتكون تكامل، وراح نديره ما بيناتهم يعني كاينين كومون ديراج يعني لا كونكيرونس، والمريض عنده الضمان الصحي تاعو يتقدم من اي يعني مؤسسه صحيه ويقيم بالاستشفاء تاعو. وهنا راح نكريو يعني عمليه تنافس ما بين القطاع الصحي العمومي جميل. والخاص الى 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 نعم الى الى ان نعم. المشكل كذلك عندنا مشكل، يعني هي الدواء توجه وين يعني جنية العلاج. احنا عمرنا في مشكلة جنية العلاج خصوصيتها، لما تذهب الى القطاع العام وين ما فيش بعض التحاليل وما فيش بعض يعني الاكسبلوراسيون كما للكانير ولا للليرام ولا بعض التحاليل، يعني ما تلقاش في القطاع العام، تلقاه غير في القطاع الخاص. اين هي هذه جنية العلاج؟ هذا هو المشكل. احنا قلنا ده إعادة الى المنظومة الصحية. نعم. المنظومة الصحية العمومية ولا الخاصة، يعني هيبتها المواطن لما يذهب الى القطاع الخاص ولا التكفل جيد به، هذا هو يعني مجانية العلاج. يعني راح يكون لنا دكتور محمد شريف. نعم راح نرجع اكيد لهذا الموضوع، مرض قطاع الصحة في الجزائر، وراح تكون فرصة لنقاشات أخرى معك. أذكر بأنك نائب رئيس المكلف الجهوي لنقابة الأطباء العموميين الدكتور محمد شريف قربوعة، كنت ضيفي عبر الهاتف من مدينة عنابة شرق الجزائر. شكرا لك جزيل الشكر، وعذرا عن المقاطعة لضيق الوقت وضيوف رهم في الانتظار. إذن تقريبا 15 يوم يعني الأعداد، أعداد المصابين، عدد وفيات، أرقام اندهشت لها السلطة أكيد، وإلا لم تكن لتتخذ هذه القرارات أمس وأول أمس واليوم. إذن انكشف ربما سوء تسيير أو غلط كانوا يغلطوا في الحسابات ويغلطوا الناس في الحسابات، كتب أحد الأطباء. وأيضا حطت حد لتلك التصريحات اللي كانت تقول باللي خلاص فريناها، واحد يقول باللي فتنا وقت الذروة شهر، عندنا واحد 3 شهور، واحد يقول باللي احنا هم البلد الوحيد اللي نجحنا في مواجهة كورونا، وعندنا كل التجهيزات وكل الأمور راهي قائمة. هذه الحالة المؤسفة لازدياد عدد المصابين وعدد الوفيات، أعتقد أنه جعلت السلطة تتوقف لحظة. نتابع هذا التقرير.
أيضا في هذا النقاش المدون والكاتب الصحفي الأستاذ رضوان بوساق معي عبر هاتف من مدينة وهران غرب الجزائر. أستاذ رضوان أرحب بك في هذه الحلقة، وأولا نطرح هذه التساؤلات اللي راهي في عند الجزائريين، يعني فجأة بعد تصريحات قوية من رئيس تبون، وزير الصحة، وزراء آخرين، نواب، نجاحات حققتها الجزائر في مواجهة كورونا، فجأة قرارات لحجر جزئي في عدة ولايات وأرقام مرعبة وحديث عن حالة كارثية، كيف تبدو لك هذه الصورة؟ أولا مساء الخير لك سليم ولكل مشاهديك. للأسف يعني والله الإنسان يتابع هذه الفيديوهات وهذه الأخبار دي كثير من الأسى والأسف والحزن على الروح البشرية وعلى ما نعيشه في هذا القطاع. سليم، لأول مرة ربما خلينا نكون منصفين وموضوعيين، أنه كثيرا ما نوصف بأننا نسود كل شيء وبأننا نبحث عن نقاط سياسية ذلك. ربما قلت لك في وقت سابق أن لا يمكن منطقيا أن نحمل عبد المجيد تبون ولا وزيره الأول ولا وزير الصحة تعاسة هذه المنظومة. المنظومة هذه تعاني، أقصد الصحية، تعاني من اختلالات من التكوين إلى المنشآت إلى الثقة التي كان يتحدث عنها ضيفك السابق بين المواطن والطبيب إلى التسيير إلى المعدات إلى غير ذلك. لكن من ناحية أخرى تشوف أنه من العبث هذه التصريحات بأنه إحنا عندنا أحسن منظومة صحية في العالم في إفريقيا وأحب من أحب وكره من كره وسوف نخرج سالمين من الأزمة نهاية أبريل وهذا. نتحدث عن الحكومة وعن السلطة للأسف الشديد لا تتحدث في أبجديات التعبير والخطاب في العموم، ما بالك في شأن أزمة وصحية، يعني حتى اجتماعيا أو اقتصاديا ما زالت تحاول أن تهرب إلى الأمام وتحاول أن تغطي الحقيقة. لذلك يا سيدي الكريم، من لم ينفعه الكذب فليجرب الحقيقة وليقل الصراحة كمواطنين. وهذا وزراء كذلك قبل أن يكونوا وزراء فيهم، أقصد بروفيسور بن بوزيد هو ممارس ويعرف حال المستشفيات أحسن مني ومن عبد المجيد تبون أحسن منك سليم، وكذلك وزراؤه يعرفون مصر باشا ويعرفون مستشفى يسطو في وهران أو مستشفى عدن في بسكرة. الحقيقة هذه هي، لماذا نكذب على أنفسنا ولماذا نحاول أن نغطي ما هو موجود؟ أكثر من هذا، لما مواطن يشكي، لما مواطن يدير فيديو، عوض أن نذهب إلى أن نجد على الأقل مشكلات، لأني أنا لا أؤمن بأنه ممكن إيجاد حلول في ضمن أزمة هذه في هذا المنظومة الصحية. يعني كما خلينا نقول لك يا حليم، يعني فاجأتنا هذه الأزمة التي فاجأت العالم، ما بالك في بلد متراحم. أحيانا هذه السلطة عندما ربما يرقع نوعا ما وزير الصحة ويقول لك بأن المنظومة فشلت لأن عدد السكان زاد، حقيقة هذا شيء موجود وهذا ينبغي أن نعترف به، عدد السكان الجزائريين زاد، في حين أن أكبر مستشفياتنا هي موروثة عن العهد الاستعمارية، أما الجديدة فهي هياكل بدون روح. نتكلم عن الجنوب ونتكلم عن الهضاب العليا والنكاش المتخصصين والأطباء المقيمين، نتكلم على المنح، نتكلم على العتاد، نتكلم على التسيير البيروقراطي الأفلاني الإداري للمستشفيات، نتكلم على تغول الإدارة على حساب البروفيسور، نتكلم على سرقة المعدات، نتكلم عن كثير من النقاط اللي ربما قد لا يكون هذا وقتها، وقت الآن على الأقل أن نحاول. طيب لماذا؟ يعني لماذا؟ يعني صدقني، الكثير أيضا من المواطنين وش يكتبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللي احنا نراقبوا نقاشاتهم، يعني نحاولوا ننقلوا بعضها، هم يقولوا لك لماذا هذه التصريحات؟ يعني لماذا هذه التصريحات؟ لماذا لم يكن هناك من الأول خطاب صريح مع الشعب حول الأرقام، حول الإمكانيات الحقيقية؟ قال هذا وش كاين، قال ندعو إلى تضامن وطني، لأنه لماذا لم يكن هذا الخطاب؟ لا، هو يفكر سياسيا، هو يريد نقاط سياسية، لأنه يعتبر أنه من الضعف أنه يصارح أو أنه يقول لا الأمور ما نش متحكمين فيها، أو أن بعض الولايات ما زالت تنقصها، أو أنه في تقصير في هذا. هو يعتقد بأن هذا سوف يكون له منقصة يعني ونقيصة من الشأن السياسي. تشوف اليوم أنت سليمان شنين يقول لك الإنجازات أو المكاسب المحققة، يعني راجل ما دار 6 شهور كرئيس جمهورية، منها 4 شهور أزمة وتقول لي مكاسب، يعني عيب
عيب عيب ابتذال سياسي ما بعده ابتذال. نحن نكذب ونريد يعني ناس لا تريد أن تشابه نفسها بالحقيقة التي تعرفها وتداريها، وهذا ما هوش حل. يعني الإنسان لما يكذب ويكذب ويكذب سيصطدم بالحقيقة عندما تطوقه في كل جبهات اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وسياسيا. لا يمكن أن نكذب على أنفسنا، ليس من العيب أن نبث في نشرة الثامنة هذه الصور، يعني جزائري يموت في 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 في, في مستشفى أبوندوني مهمل وأكرم الله الجميع كل شيء تحته يعني باين وكذا، ما هوش عيب بأن نصبح نفسنا، بالعكس هذا التقوية حتى يشوف المواطن الحقيقة حتى لا يستغرب. لأنه أي واحد الآن يحمل أي شخص يروح الاستعجالات سواء في أي في 48 ولاية وحتى إن شاء الله في الجزائر العاصمة حتى في فيرالدا يعني حيث يقيم هؤلاء سوف يرى المآسي التي عندها أمور موضوعية. يا أخي الأطباء النقابات كانوا يتحدثون، كانوا يتحدثون في الوضع العادي، ما بالك في أزمة. نحن لا نتحكم حتى في مصلحة الولادات، ما بالك في أزمة ووباء انتشر. يفكر سياسيا، وكذلك هناك من يحاول أن يستثمر. أنا أعتقد وهذا اعتقادي أن قطاع الصحة ما فيه سياسة، فلنبتعد عن سياسه. إذا كان تبون وما معه يكذب ولا يقول الحقيقة ويريد أن يغطي شيء، نحن فلنحاول أن لا نستثمر في نقاط سياسية في هذا القطاع، لأن هذا القطاع يكفيه ما هو فيه. يعني هو فعلا قطاع مريض، كلنا كجزائريين لسنا في مأمن. يعني لو أنا يقدر الله غد ونكون ولا واحد من العائلة ولا واحد من الأصدقاء، والله استثمرنا سليم مع مواساه. اذا كان تسمع المدير المستشفى يعطيك الاسباب الموضوعيه، اذا كان لانه حتى للاسف انت تكلمت على فيسبوك هناك نوع من الانتقاص من 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 من, من مجهودات بعض الاطباء. انا اتصال مع كثير من الاطباء، والله غير الناس راهي تعاني يا اخي الكريم. ما فيش امكانيات، ناس اخذتها على اساس الجهاد، في ناس ما عرفوهم خواص يتطوعون ولا يصورهم التلفزيون ولا يريدون ان يشهدون. واحد يلب في هذا، واحد حتى نعرف من الخواص من جاء بجهاز تنفس على حسابه وعلى نفقته هو وكثير من الناس الخير. ف الأزمة صعبة، صعبة علينا جميعا. ونكذب على أنفسنا أن نقول فيه الآن سوبرمان أي حل مشاكل الصحة، فنحن يعني نحن نكذب على أنفسنا. هذه نتيجة تراكمات 20 سنة عبث، 20 سنة فساد، 20 سنة كذب، 20 سنة تلفيق، تسيب، تبديل للمال العام، وتتبعها للأسف الشديد 6 أشهر من الكذب من إدارة الظهر للمشاكل. بالله عليك أنت الشاب اللي خلى الجزائريين كلهم يشوفوا بسكرة رياض سلطاني يديه للسجن بالتحريض على التجمهر. يعني شوية حياة شوية حشمة. يعني وأنت تتحدث هذه النقطة، أنت تتحدث عن قضية كذب تلفيق أو مغالطة أو ليس هناك أطراف أخرى. يعني سعدنا أن يكون معنا صحفي محترف لكي نتحدث عن الأداء الإعلامي أيضا. يعني هناك من هو متورط أيضا في الترويج لذلك، يعني هناك من كتب صراحة أي إعلام عندنا في الجزائر. يعني لما تفتح نشرة الأخبار متاع التلفزيون الجزائري الرسمي أو نشرة الأخبار تاع النهار أو متاع الشروق نيوز أو نيو ميديا أو الحياة، صدقني نفس الخطاب نفس البروباغندا. وما كانش شيء، يعني حتى الصحافة المكتوبة انساقت تقريبا كلها في أنه لا يمكن انتقاد هذه السلطة وأنه يجب الترويج لخطابات السلطة، وخاصة في هذه كارثة جائحة كورونا. لماذا ينخرط الإعلام في هذا؟ في يعني لماذا هذا الأداء السيء؟ لا سليم، لما يكون عندك مشكلة شرعية في 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 الانتخابات التي أوصلتك، لما تكون عندك مشكلة ماضيك، لما يكون عندك أنت تخاف من أي شيء، يعني أي تحرك ومحاولة غش، كأن عبد المجيد تبوني يريد أن يقول أنا لن أكرر ما فعله عبد العزيز بوتفليقة، يعني نخلي القنوات ونخلي الإعلام يكتبوا كذا وكذا وفي يوم من الأيام يخرج الشعب الجزائري كله وتبدوهم على المباشر. هذه نسوها، هذه ما عادش تتكرر. إذا فيه استغلال أنه هذه القنوات شئت أم أبيت استثمرت استثماراتها، يعني موجودة الآن في الجزائر متورطة ماليا، فيها اللي هو مملوك لرجال الأعمال، فيه اللي وضعها صعب، فيها اللي يعني عندها مئات الموظفين تفكر في مصيرهم، يعني يحليل لما نجي نشوف. ولكن الآن ما يخشى هو أن نصل إلى درجة الغربة، بمعنى أن الجزائري ما يعودش يشوف نفسه في التلفزيون. إذا يلجأ الآن يلجأ إلى أوراس، وربما يلجأ إلى قناة في المغرب وإلى قناة، يعني نشوف قناة دولية. أنا واحد من الناس شفت نشرة الآن وأنا مع
معك الان وبعدين نروح نشوف الى قناه خليجيه شفت فيها الفيديو تاع بشكره. لكن التلفزيون الذي يديره بن صبان اللي هو جزائري وامه جزائريه وابو جزائري بدا نشرط الثامنه باتصال هاتفي مع ماكرون وتبون وذهب الى مجهودات وانتهى الى اللقاء. ما كانش رأي آخر. الآن الناس في بسكرة وميدانيين يشوفوا المباشر زيارة المدير الصحة ووزير الصحة إلى بسكرة باحتجاجات من الأطباء مش من المواطنين، لا قال لك إشادة بما توفره الدولة. إحنا سنصل إلى درجة الغرمة لأنه الجزائري واللي يشوف نفسه أول يعني بسكرة فيها كل شيء وأنا ما لقيتش سرير وأنا ما لقيتش فيها تنفس. إذا هذا الذي يؤدي إلى هذا التجمهر ويؤدي إلى هذه الفوضى ما هوش عيب، لأنه شفنا بلدان كبيرة، شفنا أمريكا وشفنا فرنسا وشفنا إعلامها يخضح في استعدادتها لأنه الأزمة أكبر حتى من أمريكا وفرنسا. في الجزائر لا، لأنه خايف. ما زال للأسف الشديد اليتيمة التلفزيون الجزائري تعشعش فيه عقلية المنظومة التي تكذب وتدير ظهرها للأزمات حتى إذا وقعت لا تستدرك. والله نذكرك سليم باللطيفة هذه على الأقل، كان في تجربة في أحداث بدأت بالجمعة وسقط فيها قتيل آنذاك. التلفزيون الجزائري لا يتحدث لا جمعة ولا سبت ولا أحد. الاثنين لما يروح وزير الداخلية كان أداك قريب بالعيز وكان معه مدير الأمن الهامل يمشي ويعزيه في الأخر أصبح حدث. تبدأ مشروط الثامنة تنقل وزير الدولة وزير الداخلية مرفوقا تعزما نعم مثل قضية الاعتقال يعني مثل اعتقالات النشطاء يعني لا كلام على اعتقالات النشطاء لكن هناك كلام عن عفو رئاسي لهؤلاء النشطاء وهذه يعني من المفارقات. أستاذ رضوان هناك فيديو يعني نحبوك تعلق عليه يعطي أيضا صورة لكيف ينظر المسؤول الجزائري للمواطن في النهاية كيف يريد أن يخاطب هذا المواطن. تصريح لوالي مدينة سطيف نتابع هذا مشاهدينا الأعزاء. إلى غاية الخامسة صباحا من واحدة مساء في الظهر يصلوا الظهر ما نحب حتى واحد برا وراني قلت لك نقيم والله ما نقعد غدوة جوريفال دي زيباريف نروح للعلمة ندور في سطيف نروح البازر سكر نروح ونحب جو فو ان كونفينمون توتال لكن ماهوش حجر من العجل للحجر سي با ان كونفينمون بوركو اون فيني الناس فقط. Je veux un confinement strict. J'insiste beaucoup. Un confinement strict. الضربو يعرف ما الضربو. هذه اللغة.
أستاذ رضوان بوساق، عقلية ضربه يعرف ما ضربه مش جديدة، وهذا النبرة ما هيش جديدة، مش المرة أول مرة نسمعه مسؤول أو رئيس حزب الموالاة يسب الجزائريين مثل ما عمل سيدي سعيد، مثل ما عمل عمر بن يونس، ولد عباس، مسؤولين آخرين. هي نبرة غير غريبة أليس كذلك؟ لا أصلا في الحقيقة هذا الرجل الوالي ولاية سقيف اختزل ما يفكر فيه وعقلية رجل بيروقراطي معين يشعر وينظر بدونية للمواطنين ويأتي على كل ما نتحدث عنه. يعني كيفاش ضربوا يعني ضربوا يعرف ضربوا، شيء غريب. يعني هي دعوة لأعوان الأمن باش يضربوا المواطنين، هل هذا موجود في القانون؟ إذا كنتم تتظنون بأنكم صادقتم على كل حقوق حقوق الإنسان وغيرك، بأنه ما هوش من حق الشرطي أن يضرب المواطن إذا ارتكب مخالفة طبق عليه القانون. لو كان رجلا متأدبا ولو كان رجلا عارفا ملتزما للقانون، ما نقولش مش عارف، لأنه على الأقل دارس في المدرسة الوطنية للإدارة، بأنه لا ينبغي أن تحرض أعوان الأمن على استعمال القوة في غير مكانها. إذا كان واحد كسر الحجر طبق عليه، فيها الغرامة، فيه مش عارف أنا شيء من هذا القبيل، ما هوش تقول له الدعوة إلى الضرب يعني. ولما تتكلم تقارير حول حقوق الإنسان بأن هناك تأديب للمواطنين في مراكز احتجاز في الأمن، ولما تحدثوا على أنه كل متهم يوقف أمام القاضي إلا ويبدي يقول ضربوني، يعني تقولوا لا، يكتبوها لا. يعني شاهد من أهلها دعوة صريحة إلى استعمال العنف أضربوا، يعني هل فيه شيء أفصح من هذا؟ هو يدعو، تعرف أنه قوة الأمن يعني تقع تحت مسؤوليته على الأقل، هو يملك الصفة مش يحرك القوى العمومية. إذن هو أعطاهم تعليمات بأنهم أي واحد يكسر الحجر أضربوه، حتى وإن كان ربما ما عرفش يعبر عليها، أو يعني على الأقل يقول يطبق القانون، ربما أراد أن يظهر هذه المرة أنه فيه موجة ثانية فلازم يكونوا حازمين، لكن مش بهذه الطريقة ومش بهذا الأسلوب. إذا لما يكون عندك ناس مش نفيسين وبالأساس ما هوش متخلقين بالخلق باش 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 يسيروا أزمات، يقوى عليه الدرق من المسؤول عليه، يعني من وزير الداخلية، فهو هذا لا يجب سوى هذا، الرعب والبولسة والتخويف وضرب وإلى ذلك. في الأصل أنه يقول نطبق عليه من القانون، إذا كان واحد كسر الحجر نطبق عليه القانون. ما أعتقدش أنه لا من المواطنين ولا من الصحافة ولا من المراقبين سيعترض على مثل هذه الجملة، ولكن مثل هذه الكلمات السوقية قالها الكثيرون قبله، وهي دعوة صريحة لاستعمال العنف، بمعنى أنه الشرطي راه تلقى أوامر وهو يتبع للوالي بأن يضرب هكذا بالمصالح المفيد، يضرب المواطن إذا كسر حجر، وإذا تسبب له في إعاقة أو أدى إلى وفاته، معنى أنه طبق تعليمات الوالي لا أقل ولا أكثر. إذن للأسف الشديد عندما يتسلط المعين والذي لا يهتم، إذا كان زعبتوا عليه في سطيف أو أنت من سطيف شديد، يمكن ينقلوه المعسكر ولا ينقلوه الورق لو انتهى المشكلة. يعني نحن نتحدث عن ناس معينين لو كانوا يحتكون بالمواطنين ولو كانوا يعرفون بأنه كثير من الناس تائن ولا ذلك، هذا ما يصدق عنهم مثل هذه الأشياء. هناك سوابق، يعني عندنا والي سب المجاهدين في وجههم، وعندنا والي قال في مستغالين راح يضب راسك، أو هم في النهاية يختزلون ما عقلية البيروقراطية، عقلية المسير، عقلية فيها الكثير من التكبر، فيها الكثير من التعاني، فيها الإفراط في استعمال العنف اللفظي وغيره. يعني أنا متأكد أنه هذا الرجل المتعجرف، أنا نتخيل يعني نشوف في المكتب نتاعه كيفاش يستقبل المواطنين، هذه صورة مصغرة، يعني كيفاش يستقبل الناس اللي المفروض هو خدام عندهم، يعني هذا المفروض على الرغم من أني يبدو أن يعيش في كوكب آخر، ولكن المفروض أنه هذا موظف عند المواطنين، لكن هو في وقت يتحول إلى رب، يعني والي سطيف هو رب سطيف، ووهران هو رب وهران، وهكذا نحن متعودون على مثل هذا، يعني وقلة قليلة اللي توجد عندها أثر طيب عند المواطن غير ذلك. وش نقول لك، يعني هذا ما اختار لنا تبون للأسف الشديد. شكرا لك جزيل الشكر الأستاذ رضوان بوساق المدون والكاتب والصحفي الجزائري، كنت ضيفي عبر الهاتف من مدينة وهران غرب الجزائر. سيدنا الأعزاء، هناك الجديد من الأخبار اليوم، أيضا كان هناك اجتماع للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع رئيس الوزراء وبعض وزراء وولاة الجمهورية، خاصة وهران، بسكرة، سطيف،
كاين ولات اخرين، قاده الاسلاك الامنيه واعضاء اللجنه العلميه للرصد والمتابعه، خرجت قرارات قبل دقائق. نحب على الاقل نعطيكم هذه الاخبار العاجله. من بين القرارات منع النقل الحضري والخاص في الولايات 19 ليشملها الحجر المنزلي خلال العطلة الأسبوعية ابتداء من الغد. منع حركة المرور من وإلى 19 ولاية لمدة أسبوع ابتداء من الغد، ويشمل منع السيارات الخاصة. 19 ولاية المعنية هي التي توجد تحت الحجر. منح كل الصلاحيات للولاة في مجال التموين وتسخير الإمكانيات المتوفرة من أجل استغلال أقصى للموارد. إشراك اللجان والإحياء والجمعيات المدنية في الولايات لمساعدة تأطير المواطنين وكشف الحقائق. بعض القرارات اللي خرجت في هذا الاجتماع، عموما ستكون لنا عودة إلى هذا الاجتماع وإلى هذه القرارات أيضا بشقها الصحي وأيضا الاقتصادي الاجتماعي وعلاقتها بإدارة هذه الأزمة في الجزائر من طرف هذه السلطة. إذن هذه كانت آخر الأخبار الآن اللي راهي تتداول في المواقع الإخبارية. نواصل النقاش، وينضم إلي اللحظة القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ السيد كمال قمازي عبر هاتف من الجزائر. سيد كمال قمازي، أرحب بك في هذه الحلقة، ونطرح نفس الأسئلة اللي راهي يطرحها الشعب. لماذا هذا المستوى من الأداء من طرف السلطة؟ لماذا هذه التصريحات؟ ولماذا تعطي السلطة لمواطنيها تأكيدات بأنها متحكمة في الأمر وأنه عندها الإمكانيات، وبين لي القطاع الصحي في الجزائر هو أحسن قطاع في المنطقة المغاربية وفي إفريقيا، ثم فجأة يكتشف المواطن أنه يعيش كارثة صحية جراء هذا القطاع الصحي وجراء أداء سيء، هكذا يقول الخبراء. كيف تنظرون لهذه الجدلية؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك أستاذ سليم، تحية لجميع الضيوف الكرام، تحية لجميع المشاهدين الكرام داخل الجزائر والمشاهدين خارج الجزائر. اسمح لي قبل الإجابة على السؤال، أريد أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم التعزية والترحم على الأم، على المجاهدة، على السيدة فاطمة كريم، زوجة المجاهد الفذ عمار العسكري قائد القاعدة الشرقية التي توفيت اليوم رحمة الله عليها. هذه المجاهدة التي يعرفها كثير من الجزائريين، خاصة عائلات المساجين السياسيين التي لم يحضر ابنها المسجون السياسي جمال الدين العسكري المسجون منذ 92 إلى اليوم لم يحضر كما حضر أو يحيى جنازة أخيه، فرحمة الله تعالى عليها. هذا الكيل بمكيالين على الأسف، رحمة الله عليها. تعازينا للأسرة، لجميع تلتقية عائلات المساجين السياسيين وعائلات المختفين قصرا، وطبعا نترحم على جميع موتى المسلمين. نترحم على رئيس قسم الأشعة في مستشفى الطيف، على ياسمين طرافي المحامية، والراضي أبو طويل الطبيب، والكثير من الجزائريين خاصة الذين هم في الصفوف الأولى، جنود الخفاء في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة التي أصابت العالم وخاصة الشعب الجزائري، لأنه نحن مع الأسف لما نتكلم على هذه الجائحة في الجزائر، لأنه ليست لدينا الأدوات، ليست لدينا المستشفيات لمواجهة هذا الوضع الخطير. نحن لما نسمع الأطباء يقولوا للناس مثلا امكثوا في بيوتكم والتزموا البيوت، لأنهم يعرفون أنه ما عندناش مستشفيات، ما عندناش الوسائل، ما عندناش الأكسجين في المستشفيات كما رأينا في القرارة وكما رأينا
في تبجورت وكما رأينا فأغلب المستشفيات التي تركها المستعمر الفرنسي. أنت تعلم أخي سليم مثلا في الجزائر العاصمة أغلب المستشفيات يعني مستشفى مصطفى ولا بارني ولا تعب بالواد مايو ولا تاع الحراش ولا كذا كان بعض المستشفيات التي بنيت في عهد الشاذلي كما مستشفى الأساسي تاع باينام ولا مستشفى تاع القبة ولا زميرلي في الحراش يعني بعض المستشفيات التي بنيت في عندها أكثر من 35 سنة والشعب الجزائري راهو اليوم 45 مليون جزائري هل لدينا تغطية صحية يعني لمواجهة يعني في الحالات العادية كنا في الأمراض يعني من غير الكورونا كانت هذه المستشفيات لا تستطيع أن تستقبل كل الجموع من يعني كان الإنسان باش يدي موعد رونديفو يعني في مستشفى كان اللي عنده 6 أشهر أو 5 أشهر أو كذا يعني نعم. الوضع قبل الكورونا كان خطير لكن هما لسان حالهم يقول نعم لسان حالهم يقول يعني نحن ورثنا هذا الوضع يعني قطاع الصحة من العهد القديم ويعتبروا بلي هناك عهد جديد وجزائر جديدة ونحاول هل تجد أنه هذه المقولة صالحة وهل هم يحاولون فعلا يعني لا هو في الحقيقة الشعب الجزائري وخاصة في الحراك فهم القضية فهما يعني هو لما خرج لإزاحة بوتفليقة لا يقصد بوتفليقة كشخص وإنما يقصد النظام ككل هو الذي فشل في المستوى الجانب الصحي في الجانب الفلاحي في الجانب التربوي في الجانب الصناعي في الجانب يعني في كل الجامعي البحث العلمي في كل الجوانب في كل المستويات فهو فاشل لهذا لا يمكن أن تعطى فرصة أخرى للفاشل لأنه لا ينتج عنه إلا الفشل بدليل أنه لما تقول أنه عندنا أحسن المستشفيات في إفريقيا وفي المغرب العربي ونحن نعلم أن آلاف الجزائريين يذهبون يوميا إلى الجارة تونس أو إلى بلدان أخرى في أوروبا أو في غيرها من أجل العلاج وهذا لهذا فقدت المصداقية صارت الناس لا تصدق لا الأرقام التي تعطى ولا التصريحات ولا الوعود ولا أي شيء يقول خلاص هذا النظام الحقيقة نحن لا نقول أن مثلا وزير الصحة هو السبب يعني فعل لا هي أكبر من ذلك هي المسألة منذ 62 الشعب الجزائري لم يخرج منذ اليوم خرج في الثمانينات وخرج في 88 خرج في 80 وخرج في 2001 وخرج في 2002 وهو في كل مرة يخرج لأنه يعلم أن هذا النظام لا يأتي يعني لا يمكن أن يصلح الفاسد لا يمكن أن يصلح إن الله لا يصلح عمل المفسدين ومع ذلك كما تفضلتم يحاول النظام بهذه العبارات يعني عنده العقلية أن الشعب هو اللي ماشي مساهم وهو الشعب هو اللي ماشي منظم والشعب هو اللي ماشي نظيف والشعب هو اللي ماشي يعني وفنيان وما يخدمش وكذا يعني كل هذا النعوت رغم أن الجزائري لما يخرج إلى الخارج تجده يبدع الأطباء نتاعنا في الخارج يبدعون هم في المستويات الأولى الصحفيين الجزائريين في الخارج كذلك يبدعون والرياضيين وفي كل المجالات يعني العيب هو في النظام هو الذي يعرقل أعمال حتى المتفوقين كما تقول المقولة يعني أن هناك من يعرقل الناجح حتى يصبح فاشلا وهذا هو هذه الصيغة التي تنطبق على النظام بينما في الدول الغربية يساعدون الفاشل حتى يصبح ناجحا وحتى يصبح متفوقا يعني هذا نعم هو التصريحات يعني عودة إلى كلامك يعني الكثير من المواطنين اطمأنوا إلى تصريحات تبون لما قالهم بلي عندنا منظومة صحية هي الأفضل في المنطقة المغاربية وإفريقيا ثم اطمأنوا إلى بعض التصريحات لوزير الصحة أيضا ووزراء آخرين اللي تحدثوا أنه رانا متحكمين ومش متحكمين وفوق الفتنة الذروة وأنه هذا الاطمئنان ربما كان سبب
كان هناك سبب آخر، أنه يعني سبب في زيادة انتشار هذا الفيروس، هناك سبب آخر مرتبط بعامل الثقة. هل فعل يعني هل تحس أنت ولما تجول في شوارع العاصمة الشعبية أنه هناك هذه الأزمة الثقة، أنه الناس ما تصدقش الشيء اللي يجيها من عبر نشرات الأخبار أو عبر المسؤولين؟ لا شك، وهذه ليست وريدة اليوم. يعني أنت تعرف أنه مثلا بوتفليقة كان دائما يقولون أن بوتفليقة متوفى، يعني هذا راه توفى وراه مات وكذا، ثم حتى لما يرونه في الطرق يقول لا هذه الصورة قديمة وهذه الصورة كذا. يعني هذه الثقة مفقودة يعني منذ عقود وليست وريدة اليوم. لهذا هو الشعب الجزائري لا يصدق لا الأرقام ولا التصريحات ولا الوعود ولا أي شيء، يعني ويعرف أن الانتخابات النتائج تاعها غير صحيحة، التزوير حتى في المقابلات الرياضية حتى في كثير من الأمور، يعني يعرف أن الأمور هذه ليست ذات مصداقية، وخاصة التناقض بين أنتم بثيتوا في قناة الأوراد بعض الوزراء لما يعيدون وشبهتهم حتى بالسيسي، السيسي يقول أعطوني شهرين ثم يقول أعطوني 6 شهور ثم يقول أعطوني عام ثم في العام الجاي ثم في العام الآخر، والوعود تتوالى وتتكرر وتعاد كل مرة وتبقى دائما دار لقمان على حالها. الشعب الجزائري مقتنع أنه هذه الوعود لن تنفذ لا بعد 6 أشهر ولا بعد سنة ولا بعد 10 سنين، لا بد من التغيير التام، لا بد من وجوه جديدة. ومع الأسف احنا شفنا اليوم مثلا رئيس مجلس الأمة يتكلم على أنه الجبهة الإسلامية. أنا جايك سي كمال. نعم. هذا الموضوع راح نختم به، يعني لأنه هذا التصريح حول هذه القضية وكل التصريح نتاعه رئيس مجلس الأمة والتصريح نتاع رئيس البرلمان، يعني أكيد راح نعود له في النقاش في القناة لأنه أثار الجدل. يعني هناك ابتذال أولا في موالاة السلطة من عند شخص يصف نفسه أنه وزير، والشخص الآخر هو من أبناء الحركة الإسلامية، من أبناء يصف أنه من أبناء الشيخ نحناح الله يرحمه. فهذه المزايدات وهذاك الكلام راح نعود له بالتفصيل، والقضية نتاع الانتخابات بعد 90 راح نرجع لها فيما بعد. فقط في تبعا لسؤالي الأول، ما رأيك في الشيء اللي قاله والي سطيف؟ لأنه صدم الجزائريين في الحقيقة، لكن من منظورك السياسي هل يعبر عن عقلية معينة داخل منظومة الحكم كما يقول البعض، أم أنه حالة معزولة وربما غادي يقيلوه أو يتخلصوا منه؟ أنا أعتقد يعني من خلال التفسير هناك العقلية، عقلية السكنة، يعني عقلية السكنة أنه الشعب الجزائري لابد أن يطيع ويساق بالعصا. وهذا هو في الحقيقة حتى من ناحية الأخلاقية ومن ناحية التربوية هذا كلام مبتذل، يعني كلام سوقي لا يمكن أن يقال هكذا في جلسة، يعني في مجلس يعني مسؤول أمام هيئة تمثل الدولة الجزائرية، هذا في الحقيقة وتعطي من جهة أخرى خلفية لنظرة المسؤول لعامة الشعب، يعني لهذه النظرة أنه الشعب يعني يسير مثل ما تسير البهيمة ومثل ما يسير الحيوان هكذا يساق بالعصا. وهذا في الحقيقة يعني لا نجده إلا في الدول المتخلفة، لأن في الدول المحترمة التي فيها مجالس منتخب انتخاب شرعي تجدها تتودد للمواطن وتتقرب إليه وتصفه بأحسن النعوت وبأحسن الصفات حتى تنال رضاه وحتى تنال الانتخاب مرة أخرى في الجولات المقبلة. لكن لما يكون النظام تسير فيه الأمور بالتعيين كما تفضل الأستاذ قبلي، قال ممكن حتى إذا كان نحاوه من الصيف ممكن يدوه إلى وهران أو يدوه إلى ولاية أخرى وهكذا كما فعل من قبل. يعني طيب جميل، سأعود إليك في سؤال أخير حول جلسة البرلمان ومجلس الأمة، يعني البرلمان بغرفتيه اللي اختتموا فيها
يعني الدورة السنوية. قبل ذلك أريد أن أشرك في هذا النقاش أيضا المكلف بالعلاقات مع الصحافة في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الRCD السيد مراد بيتور. سيد مراد معي عبر الهاتف من الجزائر. يعني قبل أن نسألك عن هذه القرارات التي اتخذتها السلطة وآخرها منع التنقل والحجر المنزلي ل 19 ولاية، التعليق حول ما قاله والي الصطيف للمواطنين وهو يتحدث عن الحجر المنزلي أنه أضربه يعرف ما ضربه، هل هي مؤشر ما لعقلية ما؟ نحن على مستوى الحزب نقول أن النظام استنفذ كل رجالاته. الآن النظام ليس لديه رجال ذو كفاءة سياسية، لأننا الآن نرى هناك الكثير من المسؤولين السياسيين في هكذا مواقف محرجة لمصلحة التعبير، لأننا نتحدث الآن في 2020 عن كل أوراق أصبحت تلعب عن المكشوف في 2020 مع مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ممثلي النظام سواء من ولاد أو من وزراء أو حتى من طوائف، كل ممثلي النظام ما زالوا بعقلية سنوات السبعين، عقلية الدكتاتورية وعقلية احتقار الشعب وعقلية اللعب على بعض الأوطار التي ليست لديها أي صلة بالدولة الحديثة. إذن ما يقوله الآن والي سطيف من خلال ربما هذا يؤشر أن النظام أيضا ذاهب في خطابه هذا بعقلية سكنة عسكرية، لأننا الآن نلاحظ أن كل الخطابات الرسمية أصبحت خطابات ملهجة لا ليست لديها علاقة بالأخلاق. لن نتحدث الآن عن السياسة، نحن نتحدث عن الأخلاق، لأن مسؤول سياسي في أن يركز وأن يختار المفاهيم وأن يختار الخطاب الذي يلقيه لشعبه، لأن المسؤول أو ماهية السياسة هي في حقيقة الأمر هي عبارة عن سياسة يسوس، وهي تولي أمور الناس. إذن المسؤول عندما يكون في هذا الخطاب معناتها ابتعد عن المبتغى الأساسي للسياسة وهو السهر على راحة الناس. لكن نعم، لكن أليس يعني من المفروض هذا النظام وهذه السلطة رأوا في أزمة، يعني أزمة شرعية، عندهم أزمة مع الحراك الشعبي، من المفروض أنه يحاولوا يقدموا صورة جيدة، ليس كذلك؟ يعني واحد في أزمة ويحوس يكسب ثقة الشعب، لماذا يقدم هذه الصورة السيئة؟ قلت لك أن مشكلة النظام الآن داخل النظام، أنا تحدث عن المشكلة داخل النظام، هو غياب الكفاءة داخل النظام، لا يوجد الكفاءة داخل النظام السياسي. لماذا الآن أصبحنا نرى نظام سياسي يفتقر بالكفاءة؟ لأن النظام السياسي لم يعتمد على مبدأ المقاربة بالكفاءات. السلطة في الجزائر اعتمدت على مبدأ الولاء، أضعك في المنصب لأنك موالي وتقول نعم لكل ما أقوله، كل الذي يقول نعم لما تقوله السلطة، سلطة السلطة الفعلية وسلطة الأمر الواقع، هو الذي يوضع في المناصب. وأصبحت هذه عقلية نظام سياسي بأكمله، وأصبحت هذه سياسة الولاءات لاعتلاء المناصب حتى في مؤسسات، حتى في المؤسسات الصغيرة أصبحت، حتى في كل انخرط كل جسم النظام السياسي في الجزائر، ولم نعد نعتمد على الكفاءة، همشنا الكفاءة في الجزائر. ونحن اليوم أمام هؤلاء، أمام هكذا مسؤولين سياسيين لا يتقنون حتى فن الخطابة، وهو ربما الأمر الأول الذي عسى المسؤول السياسي أن يتقنه، وهو فن الخطابة، أي مخاطبة الناس بلباقة ومخاطبة الشعب بطريقة لائقة وبأخلاق عالية. ابقى معي سيد مراد، سأعود ليك للحديث عن هذا البرلمان. يعني كنا تحدثنا مع صحفي حول الأداء الإعلامي، أداء الصحافة، لكن نأخذ منك تعليق بسيط، يعني لأنك مكلف بالعلاقات مع الصحافة في الحزب، ماذا عن الأداء الإعلامي؟ يعني لا يوجد أي عملية، لا نقول تمرد، يعني على الأقل أداء إعلامي يحرج السلطة من طرف الإعلام الخاص والمكتوب ولا القنوات. ما هي نظرتك لهذه الحالة؟
لم أفهم جيدا السؤال، لم أسمع جيدا. الأداء الإعلامي يعني، لأنك أنت في علاقة مع الصحافة دائما يعني. نعم، للحديث عن الإعلام أنا سأذهب إلى جوهر أو لب مشكلة الإعلام في الجزائر. في الجزائر ليست لدينا مؤسسات إعلامية بأتم معنى الكلمة، أي مؤسسات إعلامية عبارة عن مؤسسات تجارية تضمن الربح. نحن في الجزائر لدينا مؤسسات للبروباغندا، هناك رجال أعمال تقوم بضخ الأموال لمؤسسة ما، إذن والمؤسسة الإعلامية تقوم بنشر بروباغندا حسب أهواء رجل الأعمال أو حسب أهواء سلطة الأمر الواقع، وهناك تقييد بالإشهار. تعرفون جيدا أن الإشهار العمومي كيف تتلاعب به السلطة وكيف تقيد الإعلام به. لا يمكن للصحافة في الجزائر في ظل هذه المنظومة الإعلامية لا يمكن أن تؤسس لصحافة حرة، لأن هناك القمع لكل قمع قانوني. أتحدث أنا عن القمع القانوني قبل الحديث عن القمع التعسفي، عن قهر الحريات، عن مضايقة الصحفيين، عن مضايقة العمل الصحفي. أتحدث عن المضايقة القانونية حسب الإشهار. الإشهار هو عبارة عن مضايقة قانونية تجعل كل الصحافة موالية للسلطة. في الجزائر علينا التأسيس من جديد لمنظومة إعلامية، علينا التأسيس لهذه المهنة، لأننا اليوم أصبحنا نشاهد بعض مدير قناة تلفزيونية في حصة، هو المقدم وهو لمدتي وهو المدعو في نفس الوقت، يحلل ويعلق هو كل شيء في تلك القناة، يقوم بالتهجم على الإرشاد كل يوم 10 دقائق من يأخذ 10 دقائق من وقت برنامج من أجل التهجم على الأرتدي. هل تعرف لماذا يتهجم على الأرتدي؟ هكذا عملاء للنظام يتهجمون على الأرتدي، لأنهم يعرفون بأن بالتهجم على الأرتدي ستظهر أنك موال للسلطة وسيعطون لك كتاب الإشهار. إذن هي عبارة عن منظومة مهترئة، منظومة الإعلام علينا إعادة التأسيس للإعلام. هناك قمع قانوني قبل الحديث عن القمع التعسفي من اعتقال صحفيين، من كل المتاعب التي يواجهها. نعم. والحديث الحديث عن الإعلام يعني يجرنا للحديث أيضا عن مؤسسة أخرى كانوا الناس يتساءلوا عن دورها، البرلمان بغرفته خلصوا الأشغال متاعهم بتاع الدورة السنوية، والكل يتحدث عن هذا البرلمان، عن شرعية هذا البرلمان، عن دور هذا البرلمان، وعن حصيلة هذا البرلمان. نتابع.
سيد مراد، برلمان بغرفتيه ينهي السنة الدورة السنوية، ما تعليقه؟ نحن على مستوى الحركة مقتنعون أننا لتأسيس الجزائر الجديدة علينا بالذهاب إلى مرحلة انتقالية، ونحن نقول للذهاب لهذه المرحلة الانتقالية علينا بالمرور عبر حل البرلمان بغرفتين. وحتى في مشروعنا السياسي نحن نتحدث عن غرفة واحدة فقط للبرلمان، لماذا غرفتين للبرلمان؟ وهذا ربما سندخل في نقاش آخر. نحن على مستوى الأرشيد مقتنعون أن البرلمانات التي عرفتها الجزائر منذ 62 إلى يومنا هذا هي عبارة عن أجهزة في يد السلطة السياسية تستعملها كل ما شاءت. رأينا كيف استعملت سلطة الأمر الواقع البرلمان عندما أقتلوه بالكابلات الثلاثة. رأينا كيف استعملت البرلمان عندما استعملته عندما قاموا أيضا بالانقلاب على الرئيس المنقلب. ربما كل هذا لا يشرف على البرلمان. ربما البرلمان في حقيقة الأمر لحد الآن لم نشاهد ولا قانون تم اقتراحه من قبل البرلمان وتم التصويت عليه، وهذا عبارة أيضا عن هيمنة لسلطة تنفيذية على السلطة التشريعية. الجزائر الجديدة التي نناضل نحن من أجلها هي جزائر الفصل بين السلطات، هي جزائر توازن السلطات، لأن الدولة الحديثة التي نتحدث عنها اليوم هي دولة، هي عبارة عن دولة لتوازن السلطات، هي عبارة عن دولة تفصل بين السلطات. إن لم يكن هذه المبادئ فلا يمكننا حتى الحديث عن الدولة، لأن الدولة في حد ذاتها عبارة عن سلطة سياسية. عندما نتحدث عن الدولة نتحدث عن الشعب، نتحدث عن الإقليم، ونتحدث عن السلطة السياسية. والسلطة السياسية هذه السلطة السياسية هناك السلطة شكرا لك محمد. سيد مراد بيتور المكلف بالعلاقات مع الصحافة بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الRCD، كنت ضيفنا عبر الهاتف من الجزائر. الإجابة كانت واضحة والفكرة وصلت، لكن معذرة لمشاهدينا الأعزاء، معذرة ليك يعني مكش السبب، لأنه الخط انقطع وكان سيء في آخر المكالمة. شكرا لك مرة أخرى مراد من الRCD. أعود إلى ضيفي القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيد كمال جمازي حتى نتحدث عن البرلمان بغرفتيه، عن تصريحات شنين، والأخطر من ذلك تصريحات رئيس مجلس الأمة اللي هو في النهاية الرجل الثاني في الدولة هكذا يقولون حسب الدستور الجزائري. تصدر منه تصريحات أثارت جدل وأسئلة وأسالت الكثير من الحبر، كيف نظرتم إليها أنتم في الجبهة؟ طبعا شفت التصريحات صالح جوزيل رئيس مجلس الأمة. طبعا احنا في الجزائر اولا ما عندناش برلمان، لا مجلس الأمة ولا مجلس الشعب الوطني، هذه مؤسسات مزيفة، مؤسسات يأتون بها بالتزوير. ولما نقول تزوير ما هوش أنا اللي يقول تزوير، وإنما حتى هم كما تعلمون في آخر الانتخابات للمجلس الشعبي الوطني كان هناك بين الأفلان وبين الأرندي اتهامات لبعضهم البعض بالتزوير، وهم في الحقيقة كلهم مزورون. والبرلمان الوحيد الذي انتخب انتخابا شرعي هو برلمان 26 ديسمبر 1991، الذي عوقب الفائزون فيه بالاعتقالات، بالصحراء، المعتقلات وفي السجون وما إلى ذلك. أما هذه الوجوه التي نراها الآن التي زكت كل ما جاء من بوتفليقة، زكت العهدة الرابعة، زكت العهدة الخامسة، كانوا الأمس يعني يجلسون مع جمال ولد عباس ومع غول ومع بركات ومع جميعي ومع الأسماء الكثيرة التي هي الآن
متهمة بالفساد ومتهمة وأغلقوا البرلمان بالكابنة باش ينحيوا سعيد بوحزة وما إلى ذلك من وكنا نعتقد أن بذهاب ستذهب هذه الوجوه لأن الجزائر الجديدة لابد لها من وجوه جديدة يختارها الشعب ولكن البرلمان هو الذي صوت على قانون المالية 2019 الذي ذبح الشعب الجزائري وقانون المالية 2020 وما إلى ذلك وهو مستعد أن يرفع يده يعني يرفض يديهم لكل قانون يعرض عليهم أما فيما يتعلق بالتصريحات هي تصريحات رئيس مجلس الأمة تصريحات غير مسؤولة وتصريحات كاذبة هو قال أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لما جاءت أول شيء قامت به هو تغيير شعار البلدية وعوضوه بدولة إسلامية وهذا غير صحيح وقاموا بتحطيم قبور الشهداء وهذه أكبر من أختها هو يعرف وهو مجاهد ومجاهد كان في الولاية الأولى في الأوراس وهو يعلم أن رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ عباس المدني عليه رحمة الله هو من النوفمبريين من الرجال الأولين الذين كانوا يعدون للثورة قبل أول نوفمبر 54 ويعلم أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تذخر بالمجاهدين مثل عبد القادر بوخمخم ومثل قادة بن يوسف ونور الدين شجارة وعبد الباقي الطحراوي والشيخ علي بالحاج وابن شهيد وعبد القادر حشاني عليه رحمة الله هو ابن إبراهيم حشاني أول رئيس لمنظمة المجاهدين وكذلك عبر كل الولايات وعبر كل البلديات فهذا الكلام تحطيم قبور الشهداء هذا كلام غير مسؤول وغير مقبول وهذا الكلام نحتاج إلى دليل لأنه أعطى خبر هذا تحطيم القبور أين وقع في أي بلدية وفي أي ولاية ويعني كيف لم يسمع به الشعب الجزائري حتى يأتي اليوم ليلفق هذه التهم المكذوبة التي لا يقبلها العقل وخاصة في سنه يعني سنة يقول كلام مثل هذا في حقه وكلام غير مسؤول وفي الحقيقة احنا كنا نتكلم على تصريحات المسؤولين في النظام هكذا يفعلون يعني هم دائما يكذبون ويقولون الكلام غير مسؤول رغم انه كان وزيرا في عهد الشاذلي يعني 10 سنوات السنوات الشاذلي كلها كان وزير النقل والنقل من القطاعات التي نرى حالة النقل في الجزائر الآن مثله مثل قطاع الصحة